أقامت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية احتفالاً بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان بعنوان الأردن أنموذج الوئام بين أتباع المذاهب والأديان. وقال وزير الأوقاف الدكتور عبد الناصر أبو البصل في كلمة الافتتاح: إن الوئام هو الطريق للعيش المشترك والتفاعل الإيجابي الذي تحصل فيه الأمة على مقاصدها ومصالحها العليا بعيداً عن أمراض التعصب والتشرذم، مشيراً إلى أن مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني لأسبوع الوئام الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي لتقدم الأردن كأنموذجاً حقيقياً للوئام. وأجمع المتحدثون في الاحتفال الذي حضره عدد كبير من المسؤولين ورجال دين مسلمين ومسيحيين وسفراء معتمدين في المملكة وجمع غفير من المدعوين على أن المسيحيين والمسلمين في الأردن يعيشون عائلة واحدة في وئام يعد انموذجاً يقتدى في العالم كله. عندما يلتقي المسيحيون أبناء هذا البلد مع إخوتهم المسلمين يجددون عهدهم على أن يبقوا معاً، أن يبقوا في مسيرة واحدة في هذه الثنائية التي تجسد لوحة عبقرية من الإيمان المشترك باحترام الإنسان واحترام كرامته وحريته. نحن في هذا اليوم نجدد أيضاً عهدنا لأنفسنا في قلوبنا على أن نبقى نزين هذه اللوحة الأردنية في الوئام الديني بين المسلمين والمسيحيين، أن نزينها بالمزيد من الإصرار على أن نحقق الخير في مجتمعنا، ونحن كمسيحيين سنبقى شهوداً للمسيح في هذه البقعة الطاهرة، بقعة المعمودية، وسنبقى أيضاً في وطن يوحنا المعمدان شهوداً مع الحق والخير وبناء السلام والوئام. تشتد الحاجة إلى أن نثبت ونؤكد ونعزز قيم الوئام في مجتمعنا. المجتمع لا يمكن أن يعيش إلا بالوئام، سواء كان مع المختلفين مذهباً أو ديناً أو لوناً أو عرقاً أو أي طريقة من الطرق التي يتم استخدامها اليوم لإيجاد فجوة بين المؤمنين وبين الناس في المجتمعات، وهذا مشاهد في ظل التصارع السياسي والتصارعات العالمية سواء كانت اقتصادية أو غير ذلك. المهم أن استخدام الاختلاف الديني والمذهبي والعرقي لإيجاد فجوة بين الناس هذا أمر يقوض الوئام الديني ويقوض العيش المشترك ويقوض التسامح. لذا لابد أن نعود إلى القيم الحضارية الإنسانية، وهي القيم الإسلامية الحقيقية التي قام عليها مجتمع المدينة، وهي التي حملها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام إلى العالم أجمع. لذا لابد من زيادة الجرعة في الوعي وفي التحصين ضد ما يهدم الوئام بين الناس، وهذه مسألة لدينا في الثوابت الإسلامية في مجتمع الدعوة أننا نبث هذه القيم حتى نستطيع أن نوصل رسالة الإسلام وقيم الحق إلى العالم أجمع.